الوقت دايما بيخلص معاك، وزي ما احنا متفقين الوقت الحلو بيخلص معاك بسرعة جدا. ألف مبروك للنادي الأهلي ورجالته ولاعيبته وجهازه ولجمهوره العظيم، جمهوره الكبير اللي بقف معاه في كل وقت في كل مكان وفي أي زمان. إن شاء الله نطمنكم على أحمد فتحي وعبد الله السعيد. ودايما يا جماعة الأهلي هو اللي بيعمل كل النجوم مش العكس، الأهلي ما بقفش على حد مش العكس. مع احترامي لكل الناس اللي عايز الأهلي أهلا وسهلا بيه، واللي مش عايز الأهلي أهلا وسهلا بيه. دايما كل اللعيبه بيتمنوا ان هم يروحوا الاهلي، ولما بيخرجوا من الاهلي بيبقى لظروف خاصه جدا. كل التوفيق لكل لعيبه النادي الاهلي اللي خدموه واللي بيحبوه. يعني ان شاء الله كابتن سيد عبد الحفيظ يحسم هذه او هذين الصفقتين بسرعه جدا. يعني كابتن عبد الله السعيد وكابتن احمد فتحي نجوم كبار جدا، عملوا النادي الاهلي كتير جدا. الجمهور لما يحبكم قوي ممكن يبقى في شيء من التنازل. عبد الله سعيد يا احمد فتحي ان شاء الله ربنا يجيب الاحسن ليكم، واكيد طبعا الجمهور هيبقى صعبان عليه لو مشيته، ويبقى فرحان ان شاء الله لو قعدته. سيد عبد الحفيظ قريب ان شاء الله يحسم الصفقتين دول. دايما بتشرفوني وبتنوروني، تصبحوا على الف خير.